السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى. هذا الفيديو اللي هو على بالنسبة لخاصة العائلات اللي جاية لكندا. هذه الصراحة راه كنت داير باغي ندير هذا الفيديو شهر هذا، ولكن ما جابش الله، ما كانش الظروف اللي كانت مساعدة. دابا غادي نهضروا، وهذا الرأي ديالي الشخصي. اللي عنده وليدات صغار، يعني دابا حاليا هادشي ديال المثلية في العالم كيدرسوه، دابا في هادشي ديال الابتدائي، يعني من الاول حتى الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. مازال كنقولوا حنا الانسان، يعني الا كان في الكوليج او سميتو ديك الساعه، مازال كي عادي ديك الساعه كيستوعب، ولكن الانسان ملي كيكون صغير راه كيدخلوا لهم هاد الفكره هادي، راه صعيب الحال باش ديما الانسان يحاول يربي ولادو واحد التربيه حسنه لما يجيو لهاد الديار الاجنبيه. دابا حاليا راه ما انا ما فهمتش هاد القوه الماسونيه، انا براسي كنقول انا هاد الناس هادو اللي بيكونتروليو العالم، ما فهمتش، مازال ما عنديش شي دراسه اللي هي محدده علاش كيديروا هاد سميتو تضامنا مع المثليين. هاد المثليين بالنسبه لينا كمسلمين وسميتو حنا معارفينها من نهار قوم لوط النبي لوط عليه الصلاة والسلام، ماش كان هاد الفاحشة وكان هادشي. واش هادشي غادي يتقطع؟ ما غاديش يتقطع، وإنما اللي كيضرني في الخاطر واللي كيحزني هو كيدرسو الأطفال بريئين وزايدين كيرغموا عليك. مثلا كتمشي هنايا في هاد كندا هادي، كتمشي للعمال كتلقى دايرين دوك الألوان ديالهم، كتلقاهم في الشارع مرسومين في أي بلاصة، يعني واحد دامي كتير. بالنسبة كيما كنقولو الإنسان مثلا عنده 16 عام، 17 عام او 15 عام، يعني داكشي ما غاديش ياثر عليه، وما غاديش تجيه ما غاديش تجيه نورمال، ما غاديش تجيه لوجيك اللي هو معرف سميتو. وهنايا ما يمكنلكش، يعني كتكون كل يدير اللي بغى، ما عنديش مشكل، يعني ما عندكش مشكل الانسان يدير اللي بغى، ما كيهمكش نتايا. هذا ولكن يعني متقبل نتا هذيك، كل الشخص الاخر كيدير اللي بغى، هذه حريه شخصيه ديال البنان ديالو يدير فيها اللي بغا. واخا كنرجعو كمسلمين يعني ما داكشي، ولكن كنهضروا على من الناحيه الفكريه ديال الاطفال. هذا هو اللي علاش قلت ندير هذا الفيديو. رجاء الا جبتوا وليداتكم حاولوا تدرسوهم مزيان، وعيهم بهذه الطريقه هذه، لا حياء في دين، نقول لهم ها كيفاش ها كيفاش، راه غادي يقريوكم وغادي يقولوا لكم ها كاين وها كاين، هذه راه ماشي نورمال اوليدي وكذا، وحاول ترجلو داكشي ديال سميتو، يعني باش ما يطلعش الدري نورمال مع ديك الفكره ويصدقوا يبغوا يديروا هاد الدراري بيناتهم وكذا. وراكو عارفين داك يعني اي نبغه ديال اي الفطره ديال الدري يعني اللي درسالو كتجي هو عاديه، يعني خصك تعلمو من هاد البيئه. ونتمنى هاد الفيديو يكون لان اعجاب ديالكم، وهذه هي نصيحتي لكم اخوتي اللي جاي لهنايا، حاولوا توعوا ولادكم اكثر توعيه، وحاولوا توصلوا معاهم لواحد الفكر اللي هو بحد ذاته ما يقدرش يقول شي حاجه اللي خارج النطاق، يقدر تقول له شي حاجه ويقدر يقول له هكا ولادي قالوا با وما قالوا لي، يعني غادي تعاود تقدر ترجع في مشكل ولا شي حاجه ويقولوا عليك عنصري. يعني خصك تعرف الاولاد ديالك كيفاش كيهضروا وكيفاش كيتكلموا، وتكون عنده واحد القناعه، ما يقولش با وما، يعني راه كنولي انا كنعيشو هنايا في واحد المجتمع وما ولادك ولادك، ولكن ما عندكش واحد السيطره عليهم داخل المحيط ديالك. نقولوا عندك سيطره، ولكن الا مشينا نخرجوا لبرا وقالوا الاب ديالنا ولا الام ديالنا كتقول لنا وطحت في شي يد اللي وساد اللي متضامن مع هاد الناس هادو، او لا كيشجعهم بكل، ولا يكون هو داك الشخص اللي في هاد اللعبه ولا ديك المراه، يعني اش نقول لكم، لان هنا عندهم واحد الاسواق خاصه لهم هما، وكتمشي وكتلقى داك العالم في شكل، يعني هذا هو اللي كنقولوا. الانسان يحاول يربي وليداته على احسن تربيه، وي يعني يزير الصمته، وملي كنقولوا زير الصمته راه هي راه ماشي زير الصمته في المغرب، زير الصمته في المغرب تقدر تضربو تقدر تقول له كذا ولا هادي ولا، ولكن هنا راه ما كاينش. حاول تهضر بالخطاب، حاول تكومونيكاسيون معاه، حاول دير شي طرق اللي هي حبيه باش ما يقدرش يخرج على السيطره ديالك. وهذا هو اللي كاين، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا راه فيديو تحذيري، لان انا شفت هذا الشيء والصراحه كيضرني في الخاطر،
وكنتلاقى مع ناس هنايا وكان وهاد الناس هادو كنخدم معاهم حتى كنعرف المونطاليتي ديالهم وكنسولهم كنقول واش نتوما كيقول لك ما راضيينش حنا على هادشي وكيجي ولدي كيقول لي راه قالوا لنا وقالوا لنا هادشي هذا البورنوغرافي بلا 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 يعني النيت لا حول ولا قوة إلا بالله وإنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو اللي كنقولوا وبسلام عليكم أخويا وردوا بالكم الناس اللي غادي لأوروبا وأمريكانا كندا يعني راه ولاو كيدرسوا مع هادشي لا حول ولا قوة إلا بالله الجالية المسلمة يعني اش نقولوا الله ياخذ الحق في هادشي اللي كيوقع علينا حنايا إن السبب الوحيد هما حكوماتنا هما اللي كيعثروا علينا نهاجروا بلاداتنا ونغامروا يعني كتمشي لواحد البلاد اللي لا ثقافتك لا والو ولكن كيوفروا لك واحد عيش كريم اللي ما كتلقاهش في بلادك وهذا هو لوسونسيال لو كان لقينا العيش الكريم في بلادنا ما غاديش نهاجروا هذا هو اللي كاين وبسلامه عليكم ما تبخلوش علينا بزاف سبسكرايب وتفعيل الجرس بيس راه كيضرني في خاطر والله حتى كيضرني في خاطر